بالوقت الحالي اليوم لا غنى عن الغاز الإيراني. اليوم حاجتنا إلى الغاز الإيراني ضرورية وملحة، باعتبار أن الغاز الوطني لا يكفي لسد حاجة محطات الكهرباء، وبالتالي اليوم تبقى الحاجة حاكمة وضرورية للغاز المستورد من إيران من غيره. احنا اليوم ذهبنا باتفاقية مع تركمانستان، وقعنا مع تركمانستان على توريد غاز، وهذه الاتفاقية حتى تفعل تحتاج جملة من الإجراءات كفتح الاعتماد، كتأمين دفعة مسبقة من الأموال لدى مصرف التي بي آي، يشعر بها الجانب التركمانستاني لمعاوضة ضخ الغاز. مما يعني أنه اليوم الحكومة بدت جدية وفاعلة في أن تستغل أولا الغاز الوطني، واليوم هنالك نهضة كبيرة تعمل عليها وزارة النفط، ولاحظنا جولة التراخيص النفطية الخامسة والسادسة التي ضمنت حقول غاز لم تكن مستغلة سابقا، هي اليوم مدرجة وجار العمل عليها لاستخراج واستغلال الغاز الوطني. وافترضت وزارة النفط من خلال تلك العقود على حقول الغاز أنه 3 سنوات إلى 5 سنوات سيستغل الغاز الوطني لصالح أقل تقدير محطات الكهرباء. بهذه ال3 سنوات ستبقى وزارة الكهرباء ذات غاز منقوص لا يكفي لسد حاجة محطاتها، مما يعني أن الحاجة ستبقى حاكمة وضرورية للغاز المستورد.